يبقى بنتكلم عن الكيموثيرابي. الكيموثيرابي دايما تلامذتي بيبقوا فاكرين ان الكيموثيرابي ما هو الا العلاج اللي بيعالج الاورام. حقيقة لا، ومعنى كلمة كيموثيرابي مادة كيماوية. مادة كيماوية directed against cell. السيل دي ممكن تكون بكتيريا، يبقى اسمه انتي بكتيريا، او فانجس انتي فانجس، او فيروس انتي فيروس، او خلايا سرطانية فنقول عليها انتي كانسر. ثم بعد ذلك نفرق، لو المادة مخلقة نقول عليها كيموثيرابيوتيك، لو المادة ناتشرالي موجودة في الطبيعة نقول عليها انتيبيوتيك. يبقى اذا كيموثيرابي هو مادة موجهة اجينست خلايا، ولكن هذه المادة مادة مخلقة. ان كانت هذه المادة موجهة ضد البكتيريا بقت اسمها انتي بكتيريال كيموثيرابي، ضد الفيروس انتي فيرال كيموثيرابي، ضد الفنجس انتي فنجس كيموثيرابي، لو ضد الكانسر انتي كانسر كيموثيرابي. طب لو المادة دي مش مخلقة اتسمت انتي بكتيريال انتيبيوتيك او انتي فيرال انتيبيوتيك، ولكن لا يعني معظم المواد بتكون مخلقة ما عدا الانتي بكتيريال، ممكن نجد انتي بكتيريال انتيبيوتيك. هنبدأ نتكلم عن الانتي بكتيريال على اعتبار ان هم اهم حاجة، والسكيم اللي قدامنا ده وياريت نحفظه مدى الحياة. بنتكلم ازاي ابقى انتي بكتيريال دراج. البكتيريا زيها زي اي خلية، عندها سيل وول حميها، وعندها جينوم موجود جوه النيوكليوس، وعندها لما بتعوز تترجم هذا الجينوم بتحوله عن طريق الريبوزوم الى بروتين كونتنت. انا عشان اغلس عليها ممكن ابقى انتي سيل وول، في الحالة دي ابوظ السيل وول وامنع تصنيعه، وفي الحالة دي البكتيريا بقت في الشارع وبالتالي اكيد هتموت فيسموني بكتيري سايدا. او ان انا اغلس على الريبوزوم سواء ال 30S او ال 50S امنع عملهم، وفي الحالة دي غالبا البروتينات اللي تكونت منعت تكوينها بتؤدي الى ان الخلية تقف عن النمو والتكاثر. طب هتموت ازاي؟ هتموت عن طريق الجهاز المناعي نفسه يموتها، بقى مش المضاد الحيوي هو اللي هيموتها. ولكن بعض هذه الادوية ممكن تكون بتأثر على بروتينات عنيفة قوي في الخلية مما يجعلها تموتها خالص. طب لو هي اثرت على بروتينات قليلة نسميها بكتيري ستاتيك، يعني منعت نمو الخلية، لو اثرت على بروتينات هامة لدرجة موتتها نسميها بكتيري سايد. بعد كده الانتي نيوكليك اسيد، دي بتأثر على النيوكليك اسيد سينثيسز وتمنعه، ومعظمهم بكتيري سايد. تعال بقى نبدأ أول حاجة بالأنتي سيل وول، ودول جروب عظيم جدا ومن أول الجروبز اللي طلعت في الطب. أول واحد فيهم اسمه بيتا لاكتام أنتيبيوتيك، مجموعة من المضادات يجمعها أنها بداخلها بيتا لاكتام رينج. هذه البيتا لاكتام رينج كومون في الاستراكشر بتاعها، زي البنسلين والكيفالوسبورين والكاربابينم والمونوباكتر. بنسلين كيفالوسبورين كاربابينم ان مونوباكتر. طيب هذا البنسلين او الكيفالوسبورين او الكاربابينم او المونوباكتم يطلق عليهم بيتا لاكتام انتي بايوتكس. طيب بعد كده عندنا الفانكومايسين والتايكوبلانين. اذا لو قلت لك مين هما الانتي سيل وول الكومون، البيتا لاكتام انتي بايوتك والفانكومايسين والتايكوبلانين. بعد كده هنتكلم ان شاء الله عن الانتي بروتين سينثيسز، دي مجموعة في كلمة تيس. التي ستاندينج فور تترا سايكلين، الاي امينو جلايكوزايدز، السي الكولارين فينيكول، والاي الاريثرومايسين. اذا كلمة تيس مهمة قوي، هل بس بتوفر لي هذه الكلمة الميكانيزم؟ لا، هنشوف زي ما احنا في الجدول كده. لا، دي بتوفر لي كل حاجة. اول حاجة اسمائهم تيس، تترا سايكل امينو جلايكوزايد، كولارين فينيكول، اريثرومايسين. ثم بعد ذلك التيس اول حرفين هيمسكوا في ال 30S ويمنعوا عمله، تاني حرفين هيمسكوا في ال 50S ويمنعوا عمله. يبقى كمان الميكانيزم اوف اكشن اتحلت عن طريق هذا التيس.
الميكانيزم اكشن اتحلت بفضل الله عن طريق هذا التيس. بعد كده هنبدا نتكلم كمان عن السبيكترم. التيس هتوفر لك كمان السبيكترم، هتقول لك ان اول واحد برود، ثاني واحد نيجاتيف بلس تي بي، ثالث واحد برود، رابع واحد بوزيتيف. يبقى برود نيجاتيف برود بوزيتيف، برود نيجاتيف برود بوزيتيف. بعد كده طب مين فيهم ستاتيك وسايدل؟ قلنا البروتين سنس ممكن يكون كذا او كذا. بنبدا ستاتيك سايدل، ستاتيك بلس سايدل، يعني التترا سايكلين ستاتيك، الامينو جلايكوزايد سايدل، الكروم فينيكول اند الاثروميسين ستاتيك بلس سايدل اكوردنج تو ذا دوز جيفن. يبقى اذا تيس دي حلت لي ازمه كبيره جدا 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 جدا، ارجو ناخد بالنا منها. بعد كده هنتكلم على الانتي نيوكليك اسيد اللي بيمنعه تصنيع وتخليط النيوكليك اسيد، ودول مجموعين من تحت لفوق في كلمه مركز. بص لي كده من تحت هتلاقي مترو نيدازول والرفامبيسين، وانا بحب اقولها رفامبيسين مش ريفامبيسين رغم ان هي نطقها السليم ريفامبيسين، لكن هنعرف ليه رفامبيسين. و الكينينونز و السلفونامايدز. يبقى اذا مركز، مركز زي ما احنا شايفين، مركز مترو نيدازول ورفامبيسين وكينولونز وسلفونامايدز. اوكي اوكي. طب الاكشن بتاعي انا دواء مضاد حيوي، يبقى هعمل ايه؟ هشتغل انتي بكتيريال. طب هبقى انتي بكتيريال اجينست مين؟ انتي بكتيريال اجينست مين؟ يقول لك اجينست بكتيريا بعينها. مش كل البكتيريا اللي موجوده في الطبيعه اكيد بتتاثر بنفس المضاد الحيوي. انا عندي سبيكترم معين او مجال للتاثير، مجال للتاثير. يبقى انتي بكتيريال از سبيكترم، انتي بكتيريال از سبيكترم. والسبيكترم ده اما جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، اما جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. طيب بعد كده بنتكلم عن السبيكترم. قلنا ان مش كل المضادات الحيويه بتاثر على البكتيريا. ليه؟ اصلا عندي بكتيريا كوكاي وباسيلاي، وعندي الكوكاي دول فيهم بوزيتيف وفيهم نيجاتيف، والباسيلاي فيهم بوزيتيف وفيهم نيجاتيف. Which affects which؟ هنقول ان احنا عندنا جرام بوزيتيف كوكاي زي ستاف وستريب ونيومو كوكاي، وعندنا جرام نيجاتيف كوكاي زي الجونو والمنينجو كوكاي. طبعا الجونو كوكاي بتاع مرض الجونوريا، والمنينجو كوكاي بتاع مرض المنينجايتس. بعد كده عندي بقى جرام بوزيتيف باسيلاي، وهي البكتيريا زي الكوريني بكتيريا ديفتيري اللي بتعمل مرض الديفتيريا، والباسيلس انثراسس اللي بتعمل الانثراكس الجمله الخبيثه، والكوليستريديم ديفيسيل. دول جرام بوزيتيف باسيلاي. عندي بعد كده جرام نيجاتيف باسيلاي مجموعه في كلمه كبسه، كليبزييلا وبروتياس وسودوموناس سالمونيلا وشيجيلا اي كولاي اند اتش انفلونزا. والبكتيريا دي هامه جدا جدا جدا، وبتؤثر على معظم الامراض اللي بتجيلنا. وبالتالي عشان المضاد الحيوي اعتبره برود سبيكترم او واسع المدى، لازم ياثر على الجرام نيجاتيف باسيلاي. ملحوظه، الجرام بوزيتيف انفكشنز هي اللي بتعمل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز والسكن انفكشنز، بينما الجرام نيجاتيف بتعمل لي لوور ريسبيراتوري تراكت انفكشن واليوريني تراكت انفكشنز. اوكي طيب هنتكلم بعد كده عن what's called bacterial resistance. bacterial resistance المضاد الحيوي بعد ما يشتغل على البكتيريا فتره هيبقى بعد كده ليس فعالا. طب ليه بيحصل bacterial resistance؟ bacterial resistance تحدث نتيجه عوامل عده، اولها ان المضاد الحيوي اصلا تعرف ازاي ان دي خليه بكتيريه؟ تعرف عن طريق حاجه اسمها الريسبتور، زي مثلا بنسلين له حاجه اسمها بنسلين بايندينج بروتين، بنسلين بايندينج بروتين بيتعرفوا ان دي خليه بكتيريه. طب المرسى مثلا اللي قاومت الميسيسيلين
قاومته ازاي؟ قاومته عن طريق ان هي غيرت شكل البنسلين بايندينج بروتين، غيرت الريسبتور، وبالتالي لم يعد البنسلين قادرا على رؤيه الخليه البكتيريه، وبالتالي بقت ريزيستنت ستاف اوريس، واسمها ميسيسلين ريزيستنت ستاف اوريس. بعد كده ممكن لا، هو بعد ما المضاد الحيوي يتعرف على الريسبتور بيخش جوه الخليه، ثم بعد ذلك يمسك في التارجت بتاعه. طب ما انا بعد ما يخش جوه الخليه اخرجه، بعمل حاجه اسمها ايفلكس ميكانيزم، بخترع له بامب ترميه بره الخليه تاني، زي ما دخل يترمى براه، والخليه قادره على ذلك وتبذل فيه طاقه، ولكن في سبيل التخلص من المضاد. نمره 3، ممكن ان الخليه البكتيريه تغير التارجت اللي المضاد داخل يدور عليه، بمعنى لو المضاد داخل يتكلم على 30S وشكله مثلا عامل زي قبضة الايد، لا تفتح الايد بحيث ان هو ال 30S يتغير شكله ولا يصبح كما البكتيريا متعودة عليه، وبالتالي يفقد المضاد التارجت بتاعه، يبقى تشينج ان تارجت. وممكن اخيرا تصنع له بقى ليتك انزيم او ميتابولايزنج انزيم يكسره، زي مثلا البنسلين بكتيريا صنعت له بنسلينيز، ايثرومايسين بكتيريا صنعت له ايثرومايسين استريز، الكلورامفينيكول بكتيريا صنعت له كلورامفينيكول اسيتايل ترانسفيريز. في النهايه البكتيريا تخلصت من المضاد اللي زعجها واللي عمل لها مشاكل. الانتي بكتيريال فيهم كومون سايد افكت 9 اكشوالي، والعشره هي بس اللي بتختلف. يعني اي مضاد حيوي هيعمل الرجي، والالرجي تظهر في صوره جي اي تي، تظهر في صوره سكين راش، ارتيكاريا، انجيو اديما، ولو سيفير تبقى انافلاكتيك شوك، مع ملاحظه ان في كروس الرجي بتوين المضاد الحيوي واخواته. يعني اي بيتا لاكتام انتي بايوتيك هيبقى في كروس الرجي بينهم من بعض، كيفالوسبورين مع بنسلين مع كارفابينم، اي واحد فيهم عندك حساسيه منه هيبقى عندك حساسيه من الاخر. نمره 2، جي اي تي ابسيت، والجي اي تي ابسيت يظهر في صوره انوركسيا، نوزيا، فوميتنج، ابدومينال بين، ابدومينال كرام، دايريا، قول زي ما تقول كل ده وارد، وهات لي واحد خد مضاد حيوي وبطنه ما وجعتوش. نمره 3، هيباتو توكسيك. نمره 4، نيفرو توكسيك. نمره 5، اتش ام اي افكت، تاثيره على الهيباتيك ميكروزومال انزيمز، مع ملاحظه ان الرف فيمبيسين بيعمل ستيميوليشن او اندكشن للهيباتيك ميكروزومال انزيمز، بينما السيبروفلوكساسين والاريثروميسين والكلورامفينيكول والاي ان اتش مجموعين في كلمه سي اي سي اي، كل دول هيباتيك ميكروزومال انزيم انهبيتورز. اي دواء تاني لا ملوش علاقه بالانزيمز. يبقى نمره 5 اتش ام اي افكت، نمره 6 لوكالي اي في اند اي ام، اي مضاد حيوي يتاخد اي في هيعمل ترومبوفليبايتس، اي مضاد حيوي يتاخد اي ام هيعمل بين، انفلاميشن، انديوريشن اند ابسس فورميشن، بين، انفلاميشن، انديوريشن اند ابسس فورميشن. على البريجننسي نمره 7 هنقول اول ار تراتوجينيك اكسبت الام بي سي اللي هو البنسلين والكيفالوسبورين والماكروليدز اللي هو الماكروليدز، يعني الاسترومايسين والازيستومايسين والكلوريسومايسين والكلام ده مايسين، ولكن ايه بنقول عليه ماكروليدز، الوسطات الكبيره، الوسطات الحواميه. اوكي، نمره 8 البون مارو اول والكوز بون مارو ديبريشن غالبا ان ذا فورم اوف ثرومبو سايتوبينيا، ان ذا فورم اوف ثرومبو سايتوبينيا. نمره 9 اف برود ويل انهبيت اول بكتيريا، نيملي يعني منهم الفلورا، والفلورا دي لما تموت اتريها كانت بتصنع فيتامين كي، وبالتالي هيحصل بليدنج. نمره 2 هيجي بقى الفانجس ويعيش مكان البكتيريا فيحصل مونيليزيز او كانديديزيز. يبقى نمره 9 كيل ذا فلورا فهيحصل سوبر انفكشن وهيحصل بليدنج عشان الفيتامين كي ديفيشنسي. نمره 10 بقى سبيسيفيك فور ايتش، نمره 10 سبيسيفيك فور ايتش، هنلاقي بقى كل واحد فيهم
له حاجه سبيسيفيك. يعني مثلا البنسلين السبيسيفيك بتاعه ان هو على سي ناس يحصل لو عدى بلارج دوز يحصل كونفولجنز, لارج دوز يحصل كونفولجنز, والانتيسدومون البنسلين بتاثر على البليتلتس. وكمان ان لو اديناه في عيان عنده سيفلس, سيفلس ده كوزد باي تريبونيما باليدم والبنسلين انتي سبايروكيتس يعني انتي تريبونيما باليدم, وبالتالي بيكسرها فيحصل ايه, يحصل البكتيريال كونتنت يخرج, وبالتالي العيان يسخن بعد اول تعاطي الاول جرعة, العيان يسخن زيادة ويحصل اكساسربيشن للسيفيليتك ليجنز تاني نتيجة ان البكتيريا بتزيد في العدد نتيجة ان هي كترت كاجزاء يعني, وبالتالي يحصل فيفر واكساسربيشن اوف سيفيليتك ليجنز وانتشار ليها. اللي وصف القصة دي اسمه جارش هيركس هايمر, وتسمى الرياكشن باسمه جارش هيركس هايمر رياكشن. اوكي, بعد كده الكفالوسبورين تقريبا ملوش حاجة سبيسيفيك يعني ما عدا الاكشن على البليتلتس. بعد كده الكاربا بينم يمكن ملهمش حاجة سبيسيفيك غير شوية نيوتروبينيا وثرومبو سايتوبينيا وإبينوفيليا, بلس ان الامبينم عشان بيتحط مع سايلاستاتين بيعدي بلاد برين بارير يعمل كونفولجنز ويعمل نيفروتوكسيستي. مين اللي بيعمل القصة دي؟ السايلاستاتين. السايلاستاتين هو اللي بيعدي بلاد برين بارير يعمل كونفولجنز وكمان هو نيفروتوكسي. يعني الميروبينم ما بيعملش القصة دي لان هو مش معاه سايلاستاتين. ايه السايلاستاتين ده؟ ده داي بيبتايديز انهيبيتور, يعني انهيبيتور بيمنع الميتابوليزم بتاع التاينام او الامبينم, فالشركه بتحطه معاه. بعد كده عندنا بقى الفانكومايسين, هنلاقي ان هو عقار قذر جدا, هيباتوتوكسيك بعنف ونيفروتوكسيك بعنف, بيعمل حاجه سبيسيفيك اسمها ريد مان سيندروم, اللي هو لما يتاخد رابيد اي في يحصل ريليز هيستامين ويبدا العيان يسخن ويحمر ويموت, يسخن ويحمر ويموت, اسمها ريد مان سيندروم. بالاضافه الى انه اوتو توكسيك, بالاضافه الى انه ايه اوتو توكسيك. يبقى اذا الفانكومايسين كان ريد مان سيندروم واوتو توكسيستي. بعد كده عندنا التايكوبلانين بقى, نوت هيباتو نوت نيفرو, وبالتالي مفضل على الفانكو. عندنا التتراسايكلين كان السبيسيفيك ليه الفوتوسنسيتيفيتي والفانكوني سيندروم, وقلنا الفانكوني سيندروم ده ان العيان اللي بياخد اكسبايرد تتراسايكلين بيبدا يجيله ديستراكشن للرينال تيوبولز, فيحصل بوليوريا وبوليديبسيا وجلوكوزوريا وبروتينوريا واسيدوزز وكوما, بون اند تيث يلوش ديسكالريشن عشان بيترصف في البون والتيث. طب الكلوران فينيكول بون مارو ديبريشن عنيف, بون مارو ديبريشن عنيف جدا جدا جدا, والبون مارو ديبريشن بجميع مراحله قد يكون ريفرسبل انيميا او يحصل اب لاستيك انيميا which is idiosyncratic و irreversible و not dose related, او لو العيان جي 6 بي دي deficient ممكن يحصل شوية hemolysis. وخد بالك كلورامفينيكول واحد من السيسي, وبالتالي هيباتيك ميكوزو انزيم انهيبيتور يعمل جري بيبي سندروم لو اتاخد في طفل مبتسر, يعمل انهيبيشن لهيباتيك ميكوزو انزيمز فيحصل انهيبيشن للميتابوليزم بتاعه هو نفسه فيبدأ يترسب في البرين يعمل apathy وهايبوتونيا, يترسب في الريسبيراتوري سنتر يعمل هايبوكسيا وسيانوزس, يترسب تحت الجلد كمان يعمل لون غريب جدا اسمه جراي بيبي سيندروم. امينو جلايكوزايدز نمو نيفروتوكسيك ومصر ريلاكسيشن عشان بتقلل الاستالكولين ريليز واوتو توكسيك. الارثروميسين اوتو توكسيك
الكليندامايسين بيعمل سودو ممبرينس كولايتس. خد بالك هو بيعالج النيوموسايسكرينياي ولكن السايد افكت سودو ممبرينس كولايتس. لاينزوليد يعمل شويه نيوتروبينيا. الكينولونز كل الانتي نيوكليك ليهم سي ان اس سايد افكت. بدايه بالكينولونز يعمل كونفيوجن وكونفالجنز وفوتو سنسيتيفيتي ورابشر تندو اكيلس عشان بيأفكت الجروينج كارتليج. الصلفة على السي ان اس يعمل كرنكترس ويعمل اي بي سي دي اللي هو الالرجي والبومارو ديبريشن والكريستالوريا وديسبليس وارفرين اند بيليروبر. ترايميثوبريم ميجالو بلاستيك انيميا والليوكوبينيا. الريفامبيسين سي ان اس برضو اتاكسيا. فلو لايك سيمتومز ديسكالوريشن اوف سويت اند يورين اند سلايفا. ميترونيدازول على السي ان اس هيديك وكونفيوجن. ميوتاجينيك وداي سلفورام لايك اف اكشن وميتاليك تيست وبيعمل ليوكوبينيا. ميتاليك تيست وبيعمل ليوكوبينيا. اوكي كده احنا خلص.